أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة ليبيا زي ما هي ضمن برنامج فسيفساء. في الحلقة هذه بنحتفل ونحتفي بالأغنية والمغنيين الليبيين وبالأخص الأغنية المتسجلة منها. التسجيل يجي على أشكال هلبة، أنتوا بعضكم ممكن لاحق عليه الكاسيتة واللي هي نسموا فيها حنيقاريونس، كانت تفكروا فيها النوعية هذه، وممكن سي دي، وممكن بعضكم يعرف حتى الايت تراك هذا، وطبعا الى جانب تسجيلات الاسطوانات ال 45 وال 33 والتشيلاك اللي نسموها فيها احنا كوالات في ليبيا. زمان لما كنت تفتح الاذاعه الليبيه من سنه 1957 وتعالى جاي، كنت تسمع لمغنين ليبيين مش شويه، وكان عندهم طابع ليبي أصيل هيك في أغانيهم، وهذا حنجوه طبعا بعد شوية. كنت تسمع أغاني وطنية زي الأغنية اللي سمعناها قبل شوية، وهي أغنية يا ليبيا برز الزهر والحنة، يا ليبيا برز الزهر والحنة يجعلك ترابك من تراب الجنة، يا مجملها بزهارها وجارها ونخلها، يا مجملها بزهارها وجارها ونخلها، تقولش عروسة زانها محفلها، يا ليبيا من جاك داك تهنى، بلاد الوهرة بلاد الشهامة والكرام والنغرة، يا ولادها الشجعان هاهي حرة، ليبيا العزيزة من رياض الجنة، ليبيا العزيزة من رياض الجنة فيك نهنى، وهديت لك بالشعر باقة فني، إن شاء الله ديم عليك نغني، شعبك الغالي نال ما يتمنى، يعني شعبك الغالي نال ما يتمنى وقصد به الاستقلال. يعني لاحظوا معاي، لا نعرة قومية لا حروب لا نار لا دمار لا ثوار ونفدوك ونحرروك ونديروك، الكلام هذا كله ما فيش، بكل بساطة محبة وطن، ووطن يشمل الجميع يحتفي بالجميع، يا ليبيا بر الزهر والحنة، ليبيا بس ما فيش معاها أي كلمة تانية، يجعلك ترابك من تراب الجنة. بعدين بنشوفوا كيف الحكاية هذه كلها تغيرت هلبة. طبعا هذه من الأغاني اللي ما زالت تأثر فينا من يوم غنتها الفنانة الطرابلسية التونسية شافية رشدي الله يرحمها، وكانت غنتها أول مرة سنة 1949. وللأمانة كلماتها كانت طرابلس يا بر الزهر والحنة مش يا ليبيا، لكن بعدين لما فتحوا الإذاعة الليبية غيروها لي يا ليبيا بر الزهر والحنة. واللي سمعته في المقدمة مش شادي هي اللي غنتها، وإنما صافية، وإنما هي غناء الثلاثي نعمة ويوسف التميمي وفتحية خلال. تعرفوا هادي وأغنية سلام قدري لعند نهاية الستينات كانت تتغنى في كل مناسبة وطنية، وهذا بنجوه، وأنا شخصيا مدايرهم الزوز في التليفون متاعي ونسمع فيهم إلى جانب أغاني هلبة. بالمناسبة تعرفوا الراديوات اللي شاعت في هذاك الوقت زي هذا النوع من الراديو أولترا اللي كان يوزع فيه عيلة المشيرقي، وكان فيه راديو تاني ينافس فيه اسمه راديو ماريلي اللي كان يبيع فيه عيلة ديمايو ولا ديماجيو في شارع ريكاردو أو كيتشانو اللي ولا اسمه بعدين 24 ديسمبر. على فكرة عيلة ديماجيو كان عندهم مطبعة بجنب الفنون والصناعة، وفيه منافس ثالث صغير اللي هو وكيل راديو بايلت، والوكلاء عليه هم عيلة زغوان، كانوا أظني في شارع توماسو غروسي. طبعا حتى قبل الإذاعة الليبية كان فيه ناس راهو صح مش هلبة، لكن في الأماكن العامة زي القهاوي وغيرها، وزي ما بنشوف بعدين كان فيهم راديوات كجزء من خدمات الزباين،
وكنت تطلب حتى الاغاني تبيهم يعني الجرامافونات نقصد، بروحهم والراديوات تمشي في الاوقات المعينه، تبي تسمع نشره تبي تسمع حاجه. فالقهاوي كانت من خدمات الزباين انه عندهم راديو عمومي. قبل التاريخ هذا اللي جبناه كان فيه راديو طرابلس للموسيقى الشعبيه المعروف بالاسم الايطالي المختصر اللي هي EIAR، اسسوه الطليان سنه 1936 وبدا البث متاعه الحي في يوم 24 ديسمبر 1939. وكان فيه الاذاعه البريطانيه طبعا ترن حتى هي. والحصيله في الفتره متاع الاربعينات والخمسينات بدا الراديو يغزو العاصمه والمدن الكبرى في ليبيا. طيب خلوا نسمع شوية أغنية كانت على الهواء من ضمن باقات الراديوات هذه، ونسمعوا مع بعض. الأغنية هذه واطت العين عليا، كلمتها واطت العين عليا، خاصمتها ولت تشاور ليا، كلمتها على حالي وسمعتها، دقات قلبي الخالي وقالت كلام رخيص. واطت العين عليا، كلمتها واطت العين عليا، زي ما قلنا كلمتها على حالي وسمعتها، دقات قلبي الخالي وقالت كلام رخيص، واطت العين عليا، كلمتها واطت العين عليا. ذكرتها بالغيرة ووصيتها للحب طلبت غيرة. المهم كلمات هلبة، وهي من التراث الشعبي. هي حقيقة راهي مش حد كتبها بعينه، لكن تنسب إلى إبراهيم الطوير، لكن للأمانة هو أعاد صياغتها بس يعني. وطبعا ما نفوتش ندير نقطة هنا ان هذه الاغنية اخترتها بالذات لانها للراحل العبقري محمد مرشان على غرار الاغنية المرزقية او المرزقية، خاصة يعني غناء لا لا لاي. واغنية هذه واطت العين عليا، واللي زي ما قلت غيروا في كلماتها الأصلية. يعني طبعا اللي مش متعود على ودنها للأنماط الموسيقية الليبية مش حيربط بينها وبين الغناء الليبي الأصيل المرزقاوي اللي نشأ في الجنوب الليبي من طبعا مجهولين مغنيين، ما فيش حد يسجل في أسماءها في هذاك الوقت، لأن اليوم يعني للأسف كلها شفهية وباللهجة الليبية طبعا. وتلحمت عليه مقامين البياتي والرصد، وعلى أوزان شعبية محلية. طبعا الأوزان المحلية نوعدكم حندير عليها حلقة خاصة، لأن أكثر الناس ما تعرفش على الوزن الشعبي الليبي، وأهنين كونوا نستفيدوا مع بعضنا على أقدم الأوزان الليبية وكيف الشعب الليبي كله ساهم في هذه الأوزان، سواء الوافدين سواء المحليين. طبعا أنا هنا اخترت محمد مرشان لأن بجديات يمثل في نظري رابط الوصل بين أجيال الفنانين الليبيين، وإنجازاته في الأغنية الليبية أعرق وأثمن من أن نختصرها أهني. في الواقع أغانيه لها مكانة كبيرة عند شريحة كبيرة من الليبيين في هذاك الوقت قبل التصحر، وهو وكاظم نديم الله يرحمه. للعلم بس هو اللي دخل الصوت النسائي للإذاعة وأسس فرقة المألوف مع حسن عريبي وقنيس وغيره، عاصر تقريبا 5 مراحل من التغيير، قدم العديد جدا من الألحان الجميلة واللي تغنى بها هلبة هلبة من الفنانين الليبيين، ويعتبر مؤسس طبعا معهد جمال الدين الميلادي، وللأسف غاب عن الحركة الفنية لعقود. باش ما تقولوش مقصر في شرحه، كنقول المرزقاوي هو نمط موسيقي، طبعا فيه ناس هلبا يسمعوا ويتفرجوا على البرنامج هذا من غير الليبيين. المرزقاوي هو نمط موسيقي بدون شك خليط افريقي يعني جنوب الصحراء، امازيغي، والامازيغي نقصد به امازيغ الشمال وامازيغ الجنوب من تورك،
وعربي. هنا يجب التنبيه أني نتكلم عن المرزقاوي مش المرسكاوي، النمط الفني اللي اشتهرت به مدينة بنغازي. على أي حال النقاش عليه هل هم أصلهم واحد وهذا شني وهذا شني والكلام هذا كله موضوعه يطول، وهل فعلا يعني فيه ارتباط ما بين المرزقاوي والمرسكاوي ولا هو مجرد كلام. وحندير حلقة عن المرسكاوي وفيه أشياء جميلة جدا ممكن نقلها عن الغناء المرسكاوي اللي انشهر في الشرق ووسط ليبيا، وتحولت طبعا أكثرهم أكثر الباحثين يشوفوا أن كلمة مرزقاوي هي نفسها مرسكاوي غير تحويل في النطق. ونعدكم أن نولي للأوزان والمقامات والطبوع الموسيقية الليبية، لأن هي تحتاج والله حلقات مش غير حلقة، لأن موضوعها شيق شيق جميل، وربما يعني مش كل حد تستصيغ ودنه، لكن الموضوع فيه تشويق مش عادي. طبعا لازم نقول الأنماط الغنائية الليبية راهي سابقة هلبة للتسجيل يعني، واللي مداع واللي الموضوع هذا عندي حلقة في اليوتيوب على أقدم الغناء في ليبيا من تلالايت اللي كان يتغلوا فيها جداتنا الأوليات حتى قبل وجود الديانات التوحيدية هذه، وقصة التلالايت وكيف الأوزان الموسيقية والآخره في ليبيا. احنا زي ما في العربية فيه الفاعل المستفعل المفعول، في الأغانية في الأمازيغية عندنا ألالاي لالاي لالاي، تتسمى هذه الأوزان الشعرية تتسمى تلالايت، وهذه حنولي لها زي ما قلت في حلقة خاصة بها. على أي حال الغناء الليبي والطبوع والأنماط الغنائية الليبية سابقة هلبة لما هو مسجل ومذاع، وقعدت هلبة بعدها خصوصا في الأفراح والمناسبات. غالبا الموسيقى الليبية كانت متمدنة، صحيح هو نشأ في البوادي زي مرزق، هون، غات، سبها، جبل نفوسة، ولكن وصل للساحل وتملكه الناس وطوروه وطوعوه لأنماطهم. طبعا أهل الساحل عندهم اختلاط بالآخر، وهذا الاختلاط أضاف أشياء جميلة جدا للموسيقى الليبية، وهذا بنجوز زي ما قلنا في حلقة بروحة. ونقطة مهمة هي أن التراث الغنائي المستعمل في الأعراس والأفراح في مدينة طرابلس على سبيل المثال توه ما تختلفش هالبراء على التراث اللي كان معروف وشايع في هذاك الوقت، يعني مثلا من 200 سنة ما زالوا زمزمات تحيي ليالي الأفراح في النسائية في طرابلس، وبنفس الصورة اللي ذكرتها السيدة ميبل تود في كتابها أسرار طرابلس. وما زال فنانين إموهاغ بين قوسين الطوارق الأمازيغ متاعين الجنوب يدوروا نفس التراث الغنائي والرقصي والآخره اللي وصفه القائد العسكري التركي عبد القادر جامي، وما زال فنانين مرزق يديروا نفس التراث المرزقاوي زي ما سمعها ووصفها فريدريك هورنن وجون ليون من قرنين يعني، وما زالت الذكرى النفوسية والزوارية والكسكة هي زي ما وصفها ماثيو زيو الرحالة المعروف. سمحوا لي مرة نتشعب، بس اللي همنا هنا اليوم هو الاحتفاء بالموسيقى الليبية وكيف تطورت التسجيلات الموسيقية الليبية زي ما قلت، وشوية من تاريخها، خصوصا أني هاوي تجميع حقيقة اسطوانات زي ما تشوفوا في العالم وراي، وبالذات عندي أكثر من 4000 اسطوانة أمازيغية من كل شمال إفريقيا، وعندي اهتمام خاص بالموسيقى الليبية بجميع أشكالها وأنواعها، وهذه جزء طبعا مهم من اهتماماتي. خلوني نوري لكم إشهار اللي هو الإعلان يعني نقوله توا في جريدة الرقيب العتيد لصاحبها محمود نديم بن موسى لسنة 1932. الإعلان هذا يقول، وخلي نقرأ لكم، يقول وصلت كميات وافرة إلى طرابلس الغرب من الإسطوانات الجديدة من عدة شركات الفونوغرافات، وربما زمان الغاية ينطقوا فيها قال فونوغرافات، من جميع المطربين والمطربات كالآنسة أم كلثوم والشيخ سيد درويش ومحمد عبد الوهاب والشيخ أمين حسنين وفتحية أحمد والناشئة أسمهان وفضيلة ختمي تونسية طبعا هذه ورتيبة التونسية وشافية الطرابلسية والبشير فهمي وغيرهم من المطربات والمطربين. تسجيل جديد مصري تونسي طرابلسي فزاني.
الفزاني هو نمط من الموسيقى زي ما يسموه التوانسة اليوم، يبي حلقة بروحها، اجمعت مجموعة لباس بها من الأغاني التونسية اللي يسموا فيها فزاني، وحتتفاجئوا في النمط اللي يتسمى الفزاني كيف هو قريب إلى أرواحكم أكثركم اللي تربوا في ليبيا وعاشوا في ليبيا وسمعوا الموسيقى الليبية. حنخصص لها حلقة بروحها إن شاء الله. به ويكمل الإعلان ويقول من فابريكات، يعني من صنعة، من فابريكات ميشان، كولومبيا، بيضافون وأوديون وغرامافون وبيليفون. ميشان وبيضافون كانوا شركات الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية، والثانيات كلها أجنبية، اللي هم غرامافون وبوليفون وكولومبيا، بما فيهم طبعا أوديون اللي كان المشيرقي وكيلهم الحصري في ليبيا. شوفوا معاي الاسطوانة هذه وأسماء الأماكن المذكورة فيها، وشوفوا لاحظوا أن الطرابلس كانت تنافس في بيروت، برلين، مصر، بغداد، البصرة، باش تعرفوا قيمة بلادكم في هذاك الوقت. كان لازم نبدو بالغرامافون اللي كان من ضمن الأجهزة اللي كان يبيع فيهم المشيرقي، وفي الإعلان يتكلم عليه يبرأ إبرة الجرامافون اللي هي زي هذه، ما حصلتها إلا بالسيف، يعني علبة صغيرة هيك معبية بكل بساطة إباري مخصصة للجرامافون، بكل بساطة فيه ورقة وفيها في الداخل، طبعا ما تبينكمش في الصورة، ربما نصورها ونطلعها صورة، يعني وهي من صنع شركة فايق المصرية. وطبعا ميزة الجرامافون أنه ما كانش يحتاج كهرباء، كل اللي تحتاجه هو التعمير. طيب شنو التعمير ولا ما تعرفوش التعمير؟ هذيك التدويرة لو عندكم ساعة من ساعات جدكم القديمة، هذيك يقعد يعمر فيها يعبي فيها يعني بالدراع، زي تعمير ساعات زي ما قلت. باش تخدم الموسيقى طبعا تحتاج لتسجيل شيلاك، واللي يسموا فيه الليبيين زمان كولات. شيلاك هي المادة اللي يصنعوا بها هذه، تشبه الكافور هيك، وما هيش مادة مثلا نفطية ولا حاجة زي هذه. وهذا كل ما تحتاج لسماع الموسيقى، تحتاج انك انت الجرامافون تعمره بيدك وتحط الشيلاك وتحط الليبرة وتسمع به، يعني حاجة لطيفة جدا جدا جدا. والله السماع من الجرامافونات عندها رونق ما تلقاش في أي موسيقى تانية اللي نسمعوا فيها توا بالتليفونات وغيرها. هذا طبعا يعتبر حاجة كبيرة في وقتها، لأن الناس ما تعرفش غير السماع الحي للموسيقى، وكانت المقاهي هي المقر الوحيد اللي يتم فيه سماع الموسيقى بشكل مستمر. وهذا استمر حتى عصر الراديو زي ما قلنا، وفي حلقتي عن تاريخ المقاهي في ليبيا تكلمت عن موسيقيين انشهروا وقتها زي الفنان أحمد الباروني وغيره من الموسيقيين اللي تكلمت عليهم من الفرق وغيرها اللي كانت تلعب في المقاهي في طرابلس في العصر العثماني الثاني وتعالى جاي. والكولات من الصعب جدا تحصل اسطوانة او تحصل اسطوانة من الشركات هذه القديمة. وانا نعطيكم غير مثال، شركة ميشا يعني انباعت في ليبيا بشكل كبير هلبة، لكن من الصعب جدا جدا تلقوا اي حاجة من شركة ميشا، لان كانت الكواليتي متاعها تعبانة جدا. واني بجديات مستعد نخلص اي واحد مبلغ بجديات محترم لو يجيب لي واحدة حالها باهي من شركة ميشا. زي ما قلت لكم شركة هذه كانت مصرية وجودتها مش هذيك، بعكس مثلا بيضافون اللبنانية واللي كانوا ينصنعوا اصلا في المانيا وفرنسا، وهذا كله بنجوه. معلومة جانبية، كان المغنيين الكبار ما يسجلوش في الجرامافونات في وقتها، تخيلوا يعني الجرامافونات انشهروا وكذا، أقدم جرامافونات مش لشخصيات مشهورة، بالعكس كانوا لأشخاص مغمورين وما يعرفهم حد، لأن كانوا يخافوا المغنيين الكبار، كانوا يخافوا الناس تشري الجرامافونات معاش يسمعون لهم هم في اللايف. وبعدين طبعا هذا حقيقة صار في دول هلبة وصار في ثقافات هلبة على فكرة. يعني اللي كانوا يسجلوا كانوا الفنانين الأقل شهرة. هذا كان حال أغلب طبعا الدول والدوائر الفنية في بداية القرن العشرين، يعني المهم فنولوا للإعلان. طبعا هذا الإعلان متأخر نوعا ما، وعندي إعلان تاني في محل مشيرقي الأول في المدينة القديمة، كان في شارع كوشة الصفار، جامع النخلي رقم
12 والإعلان باسم الهادي أفندي المشيرقي، وهو الأب وللمعلومية عليه عائلة المشيرقي في أصولها من جربة، وهي جزيرة طبعا يعني أكثر سكانها أمازيغ في الجنوب التونسي. وعائلة المشيرقي هاجرت طبعا تعريف بس بهم لأن حقيقة يستحق، بالأخص هذه المشيرقي هذا قدم الكثير، وكان تقرأ مذكراته تلقوا معلومات هلبة هلبة هلبة، قدم الكثير لليبيا وللثقافة الليبية. وحنتكلموا في حلقة عن ليبيين، ولكن عن الناس اللي جوا لليبيا وقدموا لليبيا أكثر من الناس اللي هم يعتبروا أنفسهم أهل ليبيا والناس اللي قدمهم تاع ليبيا، وهذا لا ينقص من حق من قيمة أي إنسان جاي لليبيا. وعلى فكرة يعني المشيرقي لما جاء في في 86 يعني وقتها ما فيش لا ليبيا لا تونس، يعني كنا دولة واحدة يعني 4 سنوات بعد فرض الحماية الفرنسية على تونس جت عائلة المشيرقي، وهذا زي ما قلت لكم يعني درته وتكلمت عليه في حلقة عودة على بدا. كان عندهم أول شيء طبعا محل صغير لبيع الصحف والجرائد والمجلات وكتب، وبعدين توسعوا زي أي تاجر جبري فالح، أصبحوا من أغنى أغنياء طرابلس ووكلاء شركات كبرى زي فيليبس وهوتيلات زي الفندق الكبير والمهالي وعالم. المهم على فكرة يعني نمر شوية للتالي هيك، توسع محلهم تاع بيع الموسيقى بعد هذا الإعلان ب3 سنوات، فتحوا محل كبير في شارع كورسو سيشيليا اللي هو شارع بالبو لاحقا والآن شارع عمر المختار، وهو اللي يعني ذكرناه في البداية عن الراديوات. المحل هذا والراديو الأكثر تداولا في هذاك الوقت اللي هو راديو أولترا قبل ما ياخدوا هم أصلا حتى وكالة فيليبس، وعندهم محل مواد غذائية وصحف ومجلات في شارع فيتوريو مانوالي اللي هو شارع الاستقلال اليوم. في الواقع يعني غير بمجرد ما نقول أنه هو الوكيل الحصري، نعرفه من خلاله أنه كان فيه وكلاء تانيين لشركات تانية، وكان الاحتكار في يد الطليان والمالطية والليبيين اليهود، والليبي الوحيد المسلم اللي عنده محل زي هيكي كان الهادي المشيرقي الله يرحمه، وكان عنده جزء مخصص للأغاني المصرية والطرابلسية والفزانية والتونسية زي ما قلنا، لكن الجزء الأكبر من زباينه كانوا من الإيطاليين حتى هذاك الوقت. وكان على فكرة راهو دار مجهود كبير في تشجيع أول فرق ليبية، وعنده مراسلات هلبة بينه وبين مغنيين كبار، وجاب مغنيين لليبيا داروا حفلات موسيقية حية، هذا كله دار الهادي المشيرقي. وهذه من الشخصيات اللي لازم نحتفوا بهم وندير عليهم حلقة، لأن شخصية بجديات مختلفة، وكان ثري ولكن في نفس الوقت كان مثقف. زي ما لاحظتوا ان اغلب الاغاني تجي من الشرق من مصر وبعدين بعدها من تونس، بس الغالبيه من مصر، وفي هذاك الوقت سوق بيع وتسجيل الاسطوانات كان حكر على المالطيه والطليان وشويه من اليهود الليبيين. وبرز في هذيك الفتره يعني مطربين ومطربات هلبة يهود، مثلا كان شهرة الفنانة مسعودة الراحلي، وكان فيه زميلها المطرب صهيون محلولة، وبعدين سجل بعدها برامينو بردعة وغيره. ولكن اللي لازم التنبيه ليه أن الملحن والفنان الليبي بشير فهمي أو بشير فحيمة اللي تعرفوا بهذا الاسم، صاحب الروائع هلبة هلبة في تونس، انشهره ومشهور هو في تونس أكثر منها في ليبيا. المهم مشي هاجر لتونس سنة 1924، سجل أول اسطوانته في ألمانيا وفرنسا مع بيضافون من سنة 1927، وتعالى جاي وفترة متأخرة دار اسطوانات فهمي فون، وهذه مرحلة من الفن الإذاعي الليبي بنجوها بعدين. وبدأ التسجيل يبدأ في وقتها، وفيه تسجيل تاني بالصدفة كانت الفرقة الليبية للمألوف في ألمانيا بقيادة الشيخ علي الهنكا، ويخي سجلوا أغانيهم بدون أي آلات، وتصادف هذا زي ما قلت مع معرض التراث العالمي في ألمانيا سنة 1932. كان هذا للأسف ما لقيتش الاسطوانة هذه شخصيا، ولكن يعني حكالي عليها صديقي أحمد دعوب،
وهو مجمع، يعني يجمع في الاستوانات الليبية بعدد كبير هلبة، وفي هلبة مجمعين للأغاني الليبية اللي منهم الأستاذ الفاضل العزابي، اللي حقيقة وعدني في أكثر من مرة يبعث لي بعض التسجيلات القديمة، لكن الظروف ما سمحت لاش باش يبعث لي بعض التسجيلات اللي ما عنديش، من ضمنها تسجيلات الفنان كامل القاضي وفرقته الموسيقية اللي سافر إلى إيطاليا سنة 1935 وسجل غادي، وهذا مقطع من الموسيقى متاعه. وفيه المهاجر الليبي اللي سوريا، اللي استمر غادي يغني باللهجة الليبية وأغاني من أروع ما يكون، وسمعني صديقي أكرم جانا وورالي الإسطوانة متاعها اللي تشوفوا فيها هادي، وسمعني الإسطوانة حقيقة موسيقى لها رونق ولها يعني تردك لهذاك الوقت، ولا أظن أن أي أحد يملك هذه الإسطوانة غيره. به بعدين في شافية الطرابلسية صاحب الأغنية الخالدة طرابلس بر زهر والحنة، اللي قلنا ولت يا ليبيا يا بر زهر والحنة، واللي يعرفها الناس باسم زي ما قلنا ليبيا بر زهر والحنة، واللي بدينا بها الحلقة هادية. شافية الطرابلسية اللي مذكورة في الإعلان اسمها شافية رشدي، من أسرة مختلطة ليبية تونسية، ودارت وقدمت أغاني هلبة لليبيا. بعدين الشيخ شاكر المرابط مشي لألمانيا وطبع 10 استوانات من نفس العام. فيه الموسيقى اللي سجلوها الطليان بطريقة عفوية، وهذه موجودة بأعداد كبيرة في مراكز بحثية في إيطاليا وغيرها، وحنا نملك جزء من هذه الاستوانات، والظروف طبعا متاع كورونا وغيرها ما تسمح ليش نمشي لبيتي في المغرب باش نجيبهم، ولكن الاستوانات هذه موجودة، وفيه موسيقيين ليبيين حقيقة قدموا هلبة في عالم الفن، وكذلك تسجل عليهم من غير إرادتهم سواء من الطليان أو الباحثين وغيرها. المهم الاستوانات أو الكوالات زي ما يسموا فيهم الليبيين كان لهم انتشار صح محدود، بس لهم انتشار يعني مهم جدا حتى في الدواخل. مثلا في المدينة اللي نايم منها اللي هي مدينة تيفرن كان فيها القائم مقامية، كان فيها بار، سامحوني كلمة بار، البار زمان راه يعني خليط بين مطعم ومقهى، مش بار بمعنى حانة بالمعنى اللي نعرفوه اليوم. البار هي كلمة إيطالية تعني الطاولة، راه يعني الطارمة هذيك اللي يحطوا عليها في الماكلة أو غيرها. المهم كان فيه طلياني اسمه ميلي، كان عنده جرامافون يمشوا عنده أهالي يفرن في السوق ويسمعوا عنده الموسيقى. بمعنى بنقول لكم ان هي كانت منتشرة، حكالي خالي نور الدين التني في مدينة غدامس عندهم، حتى هو كيف جابوا أول شيء الدولة جابت الراديو أول مرة والناس كانوا يجتمعوا عليه ومستغربين، وبعدين كان جابوا الجرامافون، وعمه كان من ضمن الناس اللي كانوا من الأوائل اللي جابوا هذه الأشياء في مدينة غدامس. على سبيل المثال حكوا لي أهالي مصراتة أن الجرامافون خشلهم في فترة مبكرة جدا، والراديو طبعا في درنا في بنغازي في طرابلس وإلى آخره، كانت الناس تملك هذه الأشياء في السواحل بالذات، وبعدين في المناطق الدواخل بشوية بشوية. بعد افتتاح الإيطاليين إذاعة طرابلس وإعطاء حصة بسيطة الليبيين كان فيه إشهار للأغنياء الليبية، وكان يعني صحيح ما كانش فيه مقدور هلب الناس انهم يملكوا راديوات، لكن كان فيه بعض الاسر اللي تمتعت براديو من بدايتها، ومن العائلات المرفهة اللي اشرت لها في الحلقات اللي فاتت كان في عائلة هلبة عندهم راديوات كبيرة. ونتذكر يعني الراديو بدأ في الانتشار بشكل جاد حتى في الدواخل، فزي ما قلت جبل نفوسة زي نالوت وغداء وكباو، وكان من يملك راديوات يجتمعوا في حوشة ويسمعوا لراديو تونس اللي كان سباق ويوصلنا أكثر من طرابلس. وفي زوارة مثلا على سبيل المثال، وهذه المناطق اللي ندرت فيها هيك شوية البحث متاعي، كان في تقريبا 3 أسر عندهم الراديو، منهم أسرة بن شعبان وعندهم راديو أولترا الكبير متاع اللوح هذاك وغيرهم في تلك الفترة.
تملك راديوات وكلها تسمع للإذاعة التونسية بالنسبة للمنطقة الغربية من ليبيا، وأحيانا الراديو الإيطالي اللي بث من طرابلس، أو راديو لندن القسم العربي، وبعدين الأسر النفوسية من يفرن كان الرجال يمشوا للقصر يجتمعوا على راديو الحكومة، وكان فيه في سوق يفرن عائلة البي عيسى المقصي متصرف يفرن متاع يفرن متاع يفرن زمان، كان عنده راديو يجتمع عليه الناس لتناقل الأخبار. يعني هذا الكلام اللي نقول فيه على يفرن مثلا، تقدروا كل حد منكم ربما يسأل الكبار ويحكوا له علاش صاير في المنطقة متاعهم. بس من عوامل اللي ساهمت في ازدهار الغناء الطرابلسي، أهم نقطة أو نقطة التحول في ازدهار الغناء الطرابلسي المسموع كان افتتاح الإذاعة المسموعة الإيطالية زي ما قلنا في 1939-24 ديسمبر زي ما قلت بكري، وبعدين عهد الإدارة العسكرية سنة 1944، و يعني كانت حتى الإذاعة متاعت العسكرية البريطانية كانت تخصص يوميا أوقات لبث الغناء الطرابلسي على الهواء مباشرة. هنا نبدأ نسمع الأغاني الرعيل الأول من المغنيين الليبيين، وأكيد تاريخهم يبي حصة خاصة، هنا نتكلم غير عن التسجيل. وهنا موضوعنا التسجيل زي ما قلنا، ابتداء بالكوالات والسبعة وعشرين والاسطوانات، كانوا زمان انواع واشكال زي ما قلنا اللي يسموا فيها الليبيان، احنا نقولها الشلاك اليوم اللي اسمها العلمي، وهي الماده المصنوعه منه، لكن الليبيين كانوا يسموا فيها كوالات، والشركات اللي تكلمنا عليهم من قبل كانت تدير هذه. على فكره الدوره متاعها 78، معناها تلف 78 لفه عليه في الثانيه، وطبعا فيه ال 45 وهذه انشهرت هلبة، وهذه أكثر اللي سجلوا بها الليبيين، وفيها 33 وتعتبر نادرة شوية. وعندنا حقيقة اسطوانات لسلام قدري والمزداوي وغيره، الحقيقة ما عنديش اطلاع كبير على الاسطوانات اللي مسجلة 33 في ليبيا، ولكن فيه طبعا في حتى في بعد انقلاب القدافي كان فيه أغاني هلبة تسجلت 33، ومن ضمنها حتى بعض الأغاني الترقية على فكرة اللي تسجلت من ضمن التسجيلات اللي يديروا فيها للفخر الأخضر متاعه وإلى آخره، بعدين يحطوا له أغاني باش يعطوها للسواح تقعد تتغني بالليبي، وبعدين يحطوا عليها كلام بالإنجليزي كدعاية للكتاب الأخضر. هادو حصلت منهم كمية كبيرة في آخر مشي مشيتها لليبيا، وهذا طبعا كله تقصير مني لاني ربما في اشياء ما نعرفهاش على 33، لكن يبدو ان التسجيل فيها نادر من زي 45، ومره ثانيه 45 لفه و 33 لفه في الدقيقه. نسيت نتكلم على اذاعه البي بي سي اللي كانت تبت من مصر وخلت الشعب بجديات مهوس بكل ما هو مصري، وبدي الوطني والاصيل من الاغاني مش مرغوب فيه بنفس الشكل اللي أحب فيه النساء الناس، يعني الغناء المصري بجدية والنساء حتى هو. وزاد الطين بلة طبعا خروج صوت إذاعة صوت العرب اللي أثرت عليه جيل كامل من الليبيين، وأصبح تشوف أشخاص أجسادهم في ليبيا وقلوبهم في القاهرة، وكان بجديات إعلام مؤثر وبروباغاندا. وراهو عبد الناصر ما كانش هوي، كان يعرف أهمية الإعلام بجديات. يعني سنة 1953 من البث متاعها هذاك اللي بدي عبد الناصر استغلها أحسن استغلال، الناس كانت تشوف للنهضة لمصر في الثقافية طبعا كقدوة، والليبيين كانوا واتين لما وصلهم راديو صوت العرب، كانوا أصلا منبهرين بكل ما هو مصري من خروج الجرامافون زي ما قلنا والأغاني المصرية لأم كلثوم وعبد الوهاب وغيره. واللهجة المصرية كانت طاغية على البي بي سي القسم العربي كذلك، فالتحول لصوت العرب في القاهرة بصوت أحمد سالم كان سهل جدا. هنا يبدأ تشويش على عقول الجيل الصاعد من الشباب الليبي، وحندير حلقة أو سلسلة من الحلقات عن القومية العربية ونتائجها في ليبيا. المهم الليبيين بدوا يستشعروا بخطر اللي كان يمثل عبد الناصر والتيار القومي اللي كان في مصر قادم من الشرق عموما. يعني هنا نقصد الليبيين اللي المثقفين اللي نادوا بالتلييب، وهذا المصطلح التلييب يعني الاهتمام بليبيا أولا، هو مصطلح انشهر يعني أشهره رئيس الوزراء الشاب الواعد وقتها الله يرحمه عبد الحميد البكوش، وكان فيه فعلا حركة تلييب يعني إعطاء الأولوية لكل ما هو ليبي،
حتى في الموسيقى، في الشعر، في اللباس إلى آخره. واليوم فيه عودة كبيرة جدا للموروث والتراث الليبي، وهذا شيء يشكر عليه للشباب، ابتداء بالألبسة والموسيقى والأنماط. الناس متشوقة تتعرف على كل ما هو ليبي. على فكرة مصطلح للأمانة وللتاريخ، مصطلح التليب راهو صحيح انشهر به عبد الحميد البكوش، ولكن أول من طلعه جريدة الميدان لفاضل المسعودي والصحفي المرموق، هذا هو اللي كان يكتب ديما عليه موضوع التليب والاهتمام بليبيا أول. معذرة عودي على الفنانين الليبيين، ومش بالصدفة كان فيه نشاط مش عادي باش تنفتح إذاعة وطنية ليبية ترسخ التليب، هي إذاعة طرابلس في هذاك الوقت سنة 1957، يعني 4 سنين من وصول إذاعة صوت العرب. كانوا يجروا الليبيين ويديروا كل ما يطلعوا إذاعة موازية لاستشعارهم للخطب القادم من الشرق اللي هو مصر. والناس اللي كانت تنادي بالأمة الليبية والتليب وشعروا بالخطر وجهزوا في الإذاعة الليبية باش يديروا توازن، وتم تأسيس قسم الموسيقى وفرقة الإذاعة وغيرها. وجب هنا التعريج على شيء مهم جدا آخر، هي أوائل الستين كانت بداية وحتى بداية السبعينات نلقوا طفرة مش عادية في الموسيقى في ليبيا، لين خشت طبعا الكاسيتات هذه. وفي السبعينات وهنا يبدأ جيل تاني من الفنانين الليبيين، يعني ويصير التنافس الجميل على نشر الأغلية الليبية، واللي كانت غالبا رجالية. فنلقوا غير على سبيل المثال باسم مثلا محمد عبية، علي البوني، محسن ضافر، مختار داقرة، الأمين محمد حسنين بي، مختار شاكر المرابط، خليل التارزي، محمد سليم، محمد قنيوة، سالم القنبري، أحمد الخوجة، العارف الجمل، كامل القاضي اللي تكلمنا عليه قبل شوية، علي الحداد، عثمان نجيم، وفي طبعا تواصل لبشير فهمي، وبشير فهمي مشهور ببشير فحيمة اللي جت سيرته في حلقة السينما على فكرة تكلمت عليه، واللي كان رابط وصل بين الأجيال، بل له صيت في كل دول الجوار، كان ملحن لعدد من الفنانين التوانسة والفنانات من العشرينات وهو ما زال شاب. وبشير فهمي ديما نحتفظ بأغنيته الجميلة اللي بتسمعوها توه، بوي تارقي وأمي تارقية والصحراء كلها كل ما فيها بوي تارقي وأمي تارقية، بوي تارقي وأمي تارقية والصحراء كلها وما فيها ليا والصحراء كلها. وبما نتكلم عن الأغنية الليبية، الأغنية الليبية الأمازيغية كانت ديما حاضرة في حياة الناس كذلك. وفيه مذكرة السفاو اللي نقلتها في حلقة السينما، ذكرت موضوع الاسطوانات باللغة الأمازيغية اللي بعتهم له بشير فهمي أفندي. وهني بنقول حاجة مهمة، وهي أن 3 من الأمازيغ وقتها تقدموا للحصول على حصة في الإذاعة الليبية لما كان التليسي وزير للإعلام، منهم فاضل المسعودي اللي تكلمنا عليه اللي يتكلم على التليب، ورفض رفض طلبة رفض تام. وهذا مهم لو عرفنا أن المد العروبي كان في أوجه في هذاك الوقت، وما سمحش بتأسيس راديو أمازيغي ولم يقدم أي تصريح لهم، وكان هذا فيما بين 64 و67 في حكومة محمود المنصر، والطلب كان بتاريخ 20 يناير 1965. هني برز شخص أمازيغي من زوارة كان على تواصل مع مؤسس جريدة الميدان فاضل المسعودي، ودار بيناتهم نقاش هلبة واقتنع بالفكرة، ودار استوديو موسيقي كبير هو الأستاذ المرحوم حاجي عيسى فطيس، اشتهر باسم المروج. هو من مدينة زوارة، كان عنده استوديو في المدينة القديمة بجنب أو قريب من برج الساعة باسم استوديو زوارة، واشتهر أيضا باسم اسطوانات الزواري، وكان ملجأ للشباب للحصول على الأغنية الأمازيغية، وكان حلقة الوصل مع الجزائر والمغرب، وكان يجيب فيه اسطوانات ماستر ويغير فيه غلافاتهم ويوزع فيهم باسم تاني. بعدين بعيد طبعا من الرقابة إلى آخره، ومع أنه اشتهر بطباعة الاسطوانات أسماء فنانين ليبيين كبار، لكن في الجنب كان يروج للموسيقى الأمازيغية اللي داروا عليه الزحف، واستوديو متاعه أخدوه للأسف، أخداه الكيلاني والشلة متاعه، ولا استوديو مطبع للموسيقى الثورية والترويج لخزعبلات عصر الجماهير.
هذا كله مهم باش الانسان يحط روحه في تصور شن صار زمان في الموسيقى الليبيه وكيف وصلنا احنا للهبوط الفني للاسف الشديد، والا لو كان فيه الان جيل صاعد مهم جدا يسجل في الموسيقى الليبيه. سامحوني تعريشه جانبيه بس كل شيء مرتبط ببعضه طبعا. بعدين جاي الجيل اللي سجلوا اكثر الاسطوانات من الليبيين زي كاظم نديم، محمد مرشان، محمد الدهماني، محمد الكعبازي، محمد الفرجاني، حسن عريبي، عبد اللطيف حويل، سلام قدري. سلام قدري قديش اني نحترم ونحب هذا الرجل الله يرحمه. محمود الشريف، محمد رشيد، نوري كمال، خالد سعيد حتى هو من محمد السيليني، قصدي قديش اني كلهم نحترمهم الان مغنيين، ولكن غير هذه اسماء اني نملك اسطواناتهم ونسمع لهم بشكل كبير. بجديات كان فيه تليب ووطنية في حس كل هؤلاء، وأول ما جاي وطغيل خط العروب المتشنج وخشت الدكتاتورية القدافية بدينا نشوفه في تهميش أي صوت وطني زي محمد نجم ليبيا، زي أغنية محمد نجم ليبيا يا نغمة في خاطري، وأغنية فرحنا للشعالية، أو لو تأمرني سلام قدري، وهي أغنية وطنية بامتياز، وأغنية المسؤولية تتحدث عن تليب، وهذه الأغنية بالله خلوني نسمعكم منها مقطع من أروع الأغاني والأغاني اللي تتكلم عليه التليب، الأمة الليبية. التليب يا ناس، التليب، ننصحكم تسمعوا الأغنية كاملة في صفحتي في الفيسبوك أو في اليوتيوب، وفيه أغاني هلبة مهتمة بالتليب والوطنية والأمة الليبية وتحتفي به، زي أغنية يا علم رفرف فوق فوق لمحمود الشريف، طبعا مفهوم طمسهم لأغاني خالد سعيد لنذكر مثلا فيها اسم الملك إلى آخره، ولكن شيني السبب اللي يخليهم يطمسوا كل الأغاني هذه اللي تتكلم عليه الوطنية. وتم إشهار أغاني الحرب والثورجية والقتل والقومية على حساب الوطن. المهم من هنا بدأ العد التنازلي وأصبحت صورة ليبيا بلد الغني البدوي، وعلى قولة الليبيين من زمان لما ينكتوا من باب السخرية كتر عندنا تكسير اللوح، إشارة لأغاني العلم والألحان البدوية والتصحر، مع يا والله احترامي كامل لكل أغاني العلم وكل ما هو ليبي شرقا وغربا وجنوبا، هذا مش قزياني ما نستخرج منديش بهذا، ولكن لما تطغى تصبح ضدها الليبيين يكرهوا هذا النمط من الغناء، لأنه مش هو النمط الشائع في ليبيا في هذاك الوقت، ولكن القدافي غلب علينا الغناوي العلم والخيمة وهذاك النمط من الغناء اللي يعطي انطباع ان ليبيا بلد متصحرة وبلد بدو وخلاص. المهم كل هذا ملكنا وتراثنا روان العالم، يعني بالرغم من وجود يعني فنانين ليبيين من السبعيات وصلوا النجومية والعالمية، ولا دل على هذا من مثلا أحمد فكرون الله يرحمه، أحمد فكرون اللي غنى لأعلى خشبات في العالم، من منكم ما سمعش أغنيته بلادك حبك موالي، بلادي حبك موالي، ومع هذا ما تلقاش ليه أثر وطغية تصحر وتدني الذوق، وهذا فتح المجراح لمصراعيه لدخول الوافد. الناس ما زالوا مش متشبعين بالأغنية الليبية لما يسمعوا غناء والعلم والكذا، يعني وين الغناء الليبي لآخره، الناس ينجدوا فينا حتى برا ليبيا يعني. المهم وخش الأغاني الخليجية وخشت المصرية واللبنانية والخليجية، المهم اللي ما فيهاش أي شيء احتفاء بالوطن، وهذا صار مش غير في الفن بس، هذا صار حتى في الدين وصار في اللباس وصار في العادات والتقاليد. كان فيه قضاء يقولوا زمان ما نبوش مذهبية، قضوا على المالكية والعلماء متاعها، الإباضية والعلماء متاعها، فخشت علينا الوهابية المدخلية والتطرف وقضي على الوطنية، وخرج علينا جيل كامل تهمه حيفا وبيروت والرياض أكثر ما تهمه طرابلس وسبها والتراغن وجادو وغيرها، شباب قلوبها في دمشق وغزة وجدتها في ليبيا، صار فيه تقزيم للتاريخ الليبي، كان فيه تقزيم للتراث والموروث الليبي، الشباب يعرف علي داحس والغبراء ولا يعرف شيء عن تاريخ بلاده،
كباون تكفريناس وسبتيموس، المناهج المدرسية أصبحت تمجد العروبة وبالكاد تجد يعني شيء عن الوطن. العروبة هنا نقصد بها القومية وما نقصدش العرب كقوم وكأمة. العروبة هنا اللي نتكلم عليها هنا هي هذاك التشنج والقوميين من أمثال القدافي وعبد الناصر وصدام وغيره من الناس هادو، واللي هو مشوف في فرق متاعهم. وهذا كله حنشوف في حلقات حنديرها عن أصول القومية العربية في ليبيا والأنظمة العربية الدكتاتورية اللي حكمت بلادنا وغيرها من البلدان. في أغاني هلبة خلوا يعني في الذاكرة الليبية زي أغنية الثلاثي المرح اللي منهم سناء الباروني اللي هي من ذات أصول ليبية ومعها وفاء مصطفى وصفاء لطفي اللي تقول يا لعنب ويا لعنب الله يبارك في عدالية ومن طلوا ثريات ذهب ذهب عناقيدك يا عالية من جد الجد ورثناك فيك عنب بنين في الصغر لعبنا بحداك. سامحوني ما نذكرش في كل الكلمات يعني. من صهد الشم من الشمس حميتينا في ليالي الصيف جمعتينا. خلي مع الأغنية كلمات المرحوم أحمد الحريري الله يرحمه. طبعا انا ما نسيش المألوف واهم اقطابه، نبي ندير حلقه على اهم اقطابه، اقطاب المألوف واصوله وتاريخه في ليبيا والعيسويه والمرزقويه وتيندي وامزد وابراح والبطويل، واللي سجلتها يعني سجلت البطويل هذا سجلت منها مقطع مكتوب ميبل تود سنه 1900، وحنعزف لكم هذيك المقطوعه على اللايف. حندير معزوفات بالآلات الموسيقية اللي عندي هنا باش لما نتكلم على الطبوع والألحان والموسيقى الليبية الأصيلة وأسماءها وتقسيماتها وفروعها حندير حلقة كاملة على الموضوع هذا مستقبلا إن شاء الله. وبندير حلقة عن أغاني مكتوبة زي اللي نلقوها عند تشوما وهلبة هلبة يبي له 10 أو أكثر من الحلقات، وهذا كله جاي إن شاء الله. اليوم كان عن الأغنية المسجلة اللي أثرت في أجيال بيكملها، وهذه الحلقة نفسها من أكثر من جزء إن شاء الله. وهنا نخليكم مع أغنية من طفولتي وطفولة هلبة منكم اللي هي هات الشنطة تعالي يا حسين، تعال وريني إيش قريت اليوم يا حسين، وهي للراحل محمد السوكني الله يرحمه. هات الشنطة تعال وريني إيش قريت اليوم يا حسين، عارفك شاطر وتهنيني في منزلك الدرس. اللي تشوفوا فيها هنيه ولا وراي هو مؤسسة توال ثقافية ومتملكة من الآلات الموسيقية من كل أرجاء ليبيا وكل شمال إفريقيا. وتحياتي إلى اللقاء في حلقة تانية إن شاء الله عن الفن والغناء الليبي بشكل وصيغ أخرى إن شاء الله. هذه غير مقدمة. السلام عليكم.